واش قلنا احنا بالانتخابات الشرعيه؟ قلنا ندخلوا ولا ما ندخلوش؟ قلنا ندخلوا. علاش ندخلوا؟ شعب مسلم، شعب مسلم، شعب تقعد وتقول له انت هذا برنامج الكتاب والسنه، ما يرفضوش، اذا رفضوا راه كافر. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. يوم أن قالوا نسمح بتعدد الأحزاب، عددوا الأحزاب في البلاد، وبعد أن عددوا الأحزاب قال المسلمون الحمد لله الشعب الجزائري شعب مسلم. ولما يكون شعب مسلم يعني لو كان مش الشعب الجزائري شعب مسلم لا يمكن لنا أن ندخل نحن في تعدد الأحزاب. ثقتنا بأن الشعب مسلم لا يختار إلا الإسلام هي التي تركتنا ندخل إلى هذا المعترك. لأنه لو كان الشعب مش مسلم وما يحبش إسلامه لا يجوز لك ذلك. عارفين بأن الشعب مسلم يحب دينه يحب إسلامه وعنده قناعة بالإسلام، مهما روج المروجون، مهما داروا من أراجيف، مهما كذبوا علينا، مهما عملوا الشعب في الأخير مسلم، مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. انتهى. خلنا الانتخابات تاع البلدية ولا ما تخلناش؟ خلنا والحمد لله. انتصر المسلمون ولا انهزموا؟ انتصر الشعب. 850 و 56 بلدية، وكاين بلديات راحت لنا. نقول لكم علاه، خاطر كاين بعض المسلمين في ذاك الوقت قالوا ما نديروش السياسة، وقنعوا الأتباع نتاعهم اللي ما يديروش السياسة، ما لا ما انتخبوش. راحت لنا شحال بلدية بعد ما شافوا المسلمين الجبهة الإسلامية نجحت في الانتخابات واكتسحت البلديات، قالوا لا ندخلوا في السياسة وداروا أحزاب. صحيح هذا ولا لا؟ مع اللي درنا احنا الجبهة الإسلامية للإنقاذ قالوا لا الشعب ما يفهمش، هكذا قالوا على الشعب، وما زال ما وصلش الوعي ولازم له يكون فيه الماجستير والدكتوراه وكذا 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 وكذا. قالوا نعم، قالوا ما ندخلوا السياسة، احنا مهمتنا ندعيو نديروا العمل الخيري. بعد ست شهور غير نجحوا المسلمين سابودا، قال لا نديروا أحزاب سياسية. علاش درتوا أحزاب سياسية؟ قال واحد منهم قال هذا الفارتي تاع الفوتبال، يجعلوا الإسلام كالفارتي تاع الفوتبال. هذا هو، أحسب هذوك الناس اللي قالوا باللي ما كان السياسة كانوا سبب في أننا ذهبت لنا أيضا عشرات البلديات الإسلامية. هذه واحدة، خلنا البلديات وسميناها بلديات إسلامية. واش كان البرنامج تاعها؟ البلدية الإسلامية مكتوب عليها البلدية الإسلامية، رئيس البلدية يلتزم بالشرع يلتزم بالإسلام. البلدية مش دولة، البلدية مش حكومة، لأن كثير من الناس قالك هانا شفناهم يجرفوا البلديات ما داروا والو في البلديات. البلدية مش دولة، البلدية هي جزء من الدولة. والحمد لله المسلمين عملوا أعمال وقدموا مشاريع، ولكن كلكم تعرف الصحافة ما زالت شاهدة والتاريخ ما زال شاهد، ولو يدينا رؤساء البلدية للحبس، رئيس البلدية يكتب البلدية الإسلامية تقول له أديوه للحبس يجوزه للعدالة، ولكم عارفين واش حدث في البلديات. ورحنا كلنا رؤساء البلديات للرئاسة كأن شيئا لم يكن، وبعدها جات الانتخابات الشرعية. واش قلنا احنا بالانتخابات الشرعية؟ قلنا ندخلوا ولا ما ندخلوش؟ قلنا ندخلوا. علاش ندخلوا؟ شعب مسلم، شعب مسلم، شعب تقعد وتقول له انت هذا برنامج الكتاب والسنة، ما يرفضوش، اذا رفضوا راه كافر. مش معنى ذلك اننا نؤمن بالديمقراطية حكم الاغلبية، لا، لازم ما تفهموش هذه المسألة، والصحفيين لازم يصحوا هذا الفهم، وانما نحن نؤمن بان الاغلبية مسلمة ولا تختار الا الاسلام. ثقتنا هي التي قالت معنا شنو ندخل البرلمان، ودرنا الترشيحات ودرنا البلديات ودرنا اشياء كلها ودفعناها ولا لا، والناس يسحبوا الاولين يعني على استعدادنا لدخول البرلمان. واحنا اللي كنا في المرتبه الثانيه بعد جبهه ماذا؟ جبهه التحرير. ايه سموها كما حبيت. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد.